لا بد أن نعرف الله، لأن الله ستسأل عنه تحت الأرض، من ربك؟ عيب واحد منا يتكلم إنجليزي وعارف رياضيات، فالبعضنا في هندسة النانو التقنية المتناهية الصغر عنده يعرف الذرة لكن ما يعرف ربي، يعرف كل شيء ربي، لا يعرف الله بأسمائه الحسنى. أعطيك مثال، الله مشتق من ماذا؟ صدقون بعضنا ما يعرف. ليه؟ لأن ما درس منهج كيف أعرف الله، كيف أعرف الله وكيف أصل إلى الله وكيف أعبد الله وكيف أترقى في الإيمان. هذا أكبر منهج في الحياة. الإحباط يجيك من وين؟ نتكلم عن الأمل، لأنك ما تعرف ربي، وممكن يموتون كل أهلك وتبقى أنت، الله يطول في أعمارهم على الطاعة، ومع ذلك عند الصدمة الأولى متماسك. ليه؟ لأن يعرف الله، اللي خذهم هو اللي أعطاهم. إلهي فمن للمسلمين وقد غفوا، وما أيقظتهم آية ومصاحف. إلهي أعنا واسكب النور بيننا بأفئدة ضاقت عليها المصارف، وألف قلوبا فرق الحقد بينها.